عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده لقمه القاضي المقرمشه او الزلابيه، شكلها جميل زي ما انتم شايفين وطعمها احلى. وهنبتدي على بركه الله الشغل. عندنا ربع كيلو دقيق، وعندنا 5 جرام خميره، دي كوبايه ميه يعني 200 جرام، وده 25 جرام زيت حطيناهم على بعض، وده 25 جرام سكر، معلقتين سكر يعني، ومعلقتين زيت، ودي معلقة نشا، معلقة صغيرة نشا عشان تنشف العجينة، ودي ذرة الملح اللي احنا بنحطها في العجين العادي، ودي 5 جرام خميرة يعني معلقة صغيرة. وهنحط لها سنة فانيليا، الفانيليا بتفرق جدا مع لقمة القاضي اهوت. وهنقلب الخليط ده، واهم حاجة دلوقتي في الموضوع التقليب. انا عارف ان هتحطي اي حاجة في اي حاجة هتطلع لقمة القاضي، انما بس انا عايزك تعملي لقمة القاضي وانت مستريحة، وانت مش قلقانة من حاجة، وانت مش خايفة من حاجة، عارفة ان هي هتطلع شكلها ايه. فالمقدار اللي قدامك ده هيطلعها لك زي ما هتشوفيها او زي ما شفتيها في اول الفيديو. بنقلب كويس تقليب في الوقت ده. انا بنعم دلوقتي العجينة، مش بقلب وبس، ان انا بدخلها ببعضها، انا مش هسيبها لما اخليها ناعمه، مفيش اي تخريزه في العجينه، هي عجينه سايبه، فبقلب فيها بس بمعلقه بايدك براحتك، المهم ندخل فيها الهواء ونحركها جامد. وفي الجو اللي احنا فيه ده يبقى يستحسن انك تعجني بميه سخنه يعني دافيه عشان تشغل الخميره معاك على طول اهوت. تقلبي كويس وهنسيبها تخمر بعد كده. خمرت اهيت ما شاء الله، العجينة طلعت زي الفل، مش فيها مشكلة خالص. خمرت اهيت، هجيب المعلقة بتاعتي هبلها في الزيت والم الجناب كده، الم الجناب كده فيها زيت اهيت عشان ما تلزقش فيها العجينة. انا بلم الجناب بس كده، ومن تحت تقلبتين بفرغ الهواء بتاع الخميره اهوت، بفرغ الهواء بتاع الخميره اهي من فوق وتحت والجناب، وهسيبها تخمر تاني. خمر التاني مره اهي، شايفين عامله ازاي؟ هفرغ برضو الهواء اللي فيها، لان الهواء ده لو انا دخلت الوقت احمر في الزيت، الهواء ده اللي هو اللي فيها ده هتنزل في الزيت في ثانية، هتبقى حمرا في ثانية، مش هتلحقي حتى انك توطي النار عليها ومش هيبقى لها طعم. فهنقلبها كويس كده بالراحة اهيت، وكده هنخش على الزيت بقى على طول. فرغنا الهواء بتاعها وزيتها، بلم العجينة الأول بإيدي كده اهوت، إيدي فيها زيت، وهتك عليها واخد بالمعلقة من على وش إيدي بسرعة قبل ما العجينة تنام على إيدي اهوت. تكي، خطفتها على طول بالمعلقه قبل ما العجينه تريح على ايدي، وهي مكوره في ايدي وهي طالعه مكوره، باخدها اهوت. انا بشتغل بالراحه علشان اوريكي اهوت، ساعه ما تكور بقوم واخدها. من الوقت للتاني ببل المعلقه في الزيت اهوت، الزيت بدا يسخن، هسرع ايدي بقى شويه علشان التخمير بتاعها اهوت. ببل المعلقة في الزيت، أول ما تكور في إيدي بقوم واخدها من على وش إيدي كده على طول، مسح مسح كده على مسح وش إيدي كده أهو أهو. هو الحجم بتاعها ده كويس، عايزة تكبري استنى عليها ما تكبر، عايزة تصغري خديها وهي صغيرة، يعني الحجم أنا بتحكم فيه دلوقتي أهو. إيدي بقى فيها على طول دلوقتي، إيدي فيها على طول دلوقتي عشان كلها تبقى لون واحد، لازم اقلب فيها على طول عشان تبقى كلها لون واحد اهوت. ده ربع كيلو دقيق، هيطلع كميه كبيره هتشوفوها، ومش هتحتاج يعني مش هتحتاج اكتر من ربع كيلو، طبقين كبار يعني اهوت. بقلب فيها اهوت على طول، بوطي بقى النار عليها عشان ايه، هنشف، انا عايزها ناشفه من بره وطريه من جوه. ادي شايفين شكلها ما شاء الله زي الفل.
انا بنشفها دلوقتي اهوت اهوت، موطي عليها النار وبنشف، اقلب فيها على طول عشان تنشف، عايزها تطلع من الزيت ناشفة خالص زي الحجر، لان هي بتريح بعد ما بتطلع من الزيت اهوت، بقلب في ايدي فيها على طول ما سبتهاش علشان اللون بتاعها يطلع كله لون واحد اهوت. طلعتها من الزيت اهيت كلها في المصفى، صفي الزيت بتاعها، عملت طبق رشيت عليه سكر، والطبق التاني دي الكمية اللي طلعت رشيت عليه شوكولاتة، عملت له صوص شوكولاتة ورشيت عليه شوكولاتة، صوص الشوكولاتة حتة شوكولاتة هتسيحيها مع معلقتين لبن مع معلقة صغيرة سمنة أو زبدة وخلاص، الموضوع بسيط يعني، مش محتاج مقادير ونعمل فيها شيفات يعني أهو. حطيت على الشوكولاتة وهي شايفين منظرها جميل جدا وطعمها أحلى، جربوها إن شاء الله هتعجبكم قوي. شايفين شكل الصوص بتاعها وهي شكلها نفسها، دي بقى مقرمشة خالص من بره ناشفة ومن جوه طرية، جربوها إن شاء الله هتعجبكم. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، وزي ما قلت قبل كده إن في زر أحمر تحت اتكوا عليه عشان تشتركوا في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.